مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بالأستاذ عبد السلام خلفي مدير مركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. يسعدنا جدا حضوركم معنا اليوم أستاذ عبد السلام أزول، ومرحبا بك. أزول، مرحبا بك الأخت مريم، وشكرا على الاستضافة. شكرا لكم. بداية أستاذ خلفي، نريد أن نعرف أهم ما جاء به ملحق اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية باعتبارها من أهم الخطوات التي تعزز حضور الأمازيغية في منظومة العدالة وأيضا في باقي مناحي الحياة المختلفة. بالفعل نحن نعتبر بأن هذه الخطوة مهمة جدا، لأنها أولا تأتي لكي تؤكد على واحد الغاية اللي هي أساسية، وهي تجويد العدالة من خلال تجويد الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين. وهذه مهمة جدا، لأنه لا يمكن أن نجود العدالة إذا لم نجود الخدمات. ومن بين الوسائل التي يمكن أن نجود بها العدالة هي اللغة. ثم نقطة ثانية وهي الغاية الثانية، وهي تنزيل القانون التنظيمي 26 الذي يؤكد على ضرورة هذا التجويد، وبالتالي تفعيل يعني ما تم التنصيص عليه في الدستور في الفقرة الخامسة. هذا على مستوى الغايات يعني الكبرى، لكن هنالك أهداف وهي أهداف خاصة والتي فيها ثلاثة بنود. البند الأول يتعلق بالتوظيف والتكوين، والثاني يتعلق بالترجمة والتوثيق، وأما الثالث فكي يتعلق بالتواصل. وهذه مهمة أيضا العمليات ديال التجويد ديال المنظومة ديال العدالة ديالنا، اللي بقات للأسف يعني لسنوات ولعقود يعني طويلة يعني بدون أن ندمج ما هو أساسي يعني في هذا المجتمع، وهي اللغة والثقافة الأمازيغيتين. نعم، يعني أي متحدث باللغة الأمازيغية صار من الممكن له اليوم أن يدخل المحاكم أو غيرها من الإدارات التابعة لوزارة العدل ويتحدث أو يتواصل باللغة الأمازيغية بدون أدنى مشكل. من يطلب ذلك يعني له هذا الحق، لأن كما تعلمين يعني كان لابد هذه النقطة يجب أن نوضحها، وهي أن الحركة الثقافية الأمازيغية وكذلك الكثير يعني من الفاعلين كانوا يطلبون يعني باش أنه ليس يعني أن هذا يعني الحديث يعني في المحاكم والتعبير باللغة التي يتقنها يعني الفرد أن تكون ليس فقط حقا، ولكن أن تكون أيضا واجبا. الآن يعني في القانون هي حق، ولذلك فأي شخص له الحق بأن يطلب مترجم من أجل أن يترجم له، وكذلك نعم. الوزارة عليها أن تدخل في تواصل يعني شامل مع المجتمع، مع الأفراد المجتمع، مع الذين يتقنون اللغتين معا العربية والأمازيغية، باش أنه الجودة ديال هذا العدالة تكون بالفعل، لأن الكثير من الناس يذهبون إلى السجن ربما فقط لمشكل اللغة. نعم أستاذ عبد السلام خلفي، أشرتم إلى نقطتين مهمتين، الأولى تتعلق بالقانون التنظيمي 26/16، وكذلك أشرتم إلى نقطة التكوين. إذا أردنا أن نتحدث اليوم عن التكوين أكيد سنتحدث عن التعليم يعني منذ الابتدائي وغيره من المراحل الأخرى. كيف ترون واقع تعليم اللغة الأمازيغية اليوم في المغرب، خصوصا مع مضاعفات أو آثار الجائحة التي أثرت على التعليم بصفة عامة؟ بالنسبة للجائحة، هي أثرت على المنظومة بأكملها. يعني إذا تتبعنا منذ سنتين فسنعلم بأن التعليم يعني توقف أكثر من مرة، وبالتالي يعني كان هناك يعني مشاكل كبيرة جدا، رغم كل الاجتهادات التي قامت بها المنظومة التعليمية من أجل أن يكون التعليم عن بعد، ولكن التعليم عن بعد لم يكن يعني في المتناول لسبب بسيط، وهو أن الأساتذة وكذلك يعني المشرفين يعني على المنظومة التعليمية لم يكن لديهم تكوين يعني على هذا المستوى، لأنه لكي تكون دروس عن بعد يجب أن يكون هناك تكوين. فالآلاف يعني من الأساتذة لم يكن لديهم هذا النوع يعني من التكوين، وبالتالي فإن الذين يتتبعون يعني هذا المجال فالمردودية لم تكن في المستوى. لكن يبقى إذا رجعنا إلى الأمازيغية، نحن نعلم بأن الأمازيغية ربما عانت بشكل مضاعف،
فإذا كانت مثلا اللغات الأخرى والمواد الأخرى كنا نجدها مثلا في التلفاز، وكنا نجدها أيضا على أكثر يعني من مستوى، خاصة في بعض وسائل يعني التواصل الاجتماعي. الأمازيغية كان ظهورها لا في التلفاز ولا في غيره كان ظهورا محتشما، أولا لأنه لم تكن هنالك منتوجات يعني يمكن أن تقدم تعليمية، يمكن أن تقدم عن بعد سواء عن طريق التلفزيون أو عن طريق يعني الدروس يعني التي يقدمها الأساتذة من داخل المدارس. وبالتالي فإن أكاد أقول بأن التعليم الأمازيغي خلال الفترة التي توقفت فيها الدراسة، يعني أقول بأن الأمازيغية كانت متوقفة فيها بشكل كلي. لكن يبقى أن الآن التعليم على مستوى يعني الأمازيغية، يعني نحن لازلنا رغم أننا بدأنا يعني العملية منذ 2003 إلى اليوم، أقول لازلنا يعني في البدايات. لدينا حوالي 5000 أستاذ يدرس اللغة الأمازيغية، حوالي 500,000 تلميذ الآن يتابعون الدراسة في التعليم الابتدائي، ولكن يبقى أن هذا الرقم هزيل جدا. طيب أستاذ خلفي، نعم. طيب أستاذ خلفي، ما هي أهم يعني الإجراءات التي تقومون بها كمعهد ملكي للثقافة الأمازيغية لتشجيع على دراسة الأمازيغية حتى للذين يتحدثون ربما الأمازيغية لكنهم لا يكتبون بها، يتواصلون بها نعم، ولكن ربما لا يستطيعون أو لا يقبلون على دراسة الأمازيغية؟ العمليات التي يقوم بها المعهد أولا هي عمليات تكوين، لأنه شرع منذ 2003 في تكوين حوالي 15 أو 16 ألف يعني أستاذ يعني على مستوى التكوين، وكذلك على مستوى تكوين مدراء، على مستوى تكوين مفتشين، على مستوى التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. إذن هذه عمليات يعني أساسية قام بها المعهد ولا يزال يقوم بها، ولكن على مستوى ثاني وهو أنه وضع البرامج، وضع الكوريكولا وما يسمى بالمنهاج يعني اللغة الأمازيغية، من أجل أن تكون يعني اللغة الأمازيغية مثلها مثل اللغة العربية. هذه أشياء يعني موجودة إضافة إلى الكتب المدرسية وإلى الحوامل البيداغوجية التي ألفها المعهد منذ 2003 إلى اليوم. إذن هذه موجودة، لكن الذي ينقص الآن وهو على مستوى التعليم الابتدائي وكذلك حتى على مستوى الثانوي والإعدادي، وهو أنه ليس هنالك العنصر البشري المؤهل، ليس هنالك ما يكفي من الأساتذة. إذن هذه نقطة يعني أعتبرها أساسية. ثم ثانيا هناك عمل آخر نقوم به، وهو نقوم به مع الجامعات ومع مؤسسات التعليم العالي وكذلك حتى مع المجتمع المدني، وهو أنه أنجزنا لحد الآن أولا 3 كتب تعليمية موجهة للكبار، وهذه بالفروع يعني الثلاث تاريفيت وتمازيغت وتشلحيت، كما أنه أيضا الآن نحن بصدد طبع يعني واحد لوجيد أو ما يسمى بدليل تعليم اللغة الأمازيغية، وهذا يضم المستويين، المستوى الأول والمستوى الثاني، ويوجه أيضا إلى المعاهد العليا وإلى الجامعات. ثم نشتغل أيضا على مستوى ثالث وهي إخراج يعني واحد الموك أو ما يسمى ببلاتفورم يعني لتدريس اللغة الأمازيغية وأيضا موجهة للكبار، وهذا بلاتفورم يعني سوف تستعملها وزارات التربية يعني الوزارات القطاعات الوزارية يعني كلها، وخاصة بالنسبة يعني للموظفين يعني ديالها، لأن المعهد لا يمكن له بحكم أن الموظفين اللي عنده وبحكم أيضا أن الباحثين والباحثات يعني اللي عندهم يعني أقلية، وبالتالي فإن هذا الموك سوف يساهم في حل المعضلة ديال تعليم اللغة وتعلم اللغة الأمازيغية بالنسبة للكبار. إذن هذه عمليات الآن يقوم بها المعهد، ولكن في نفس الوقت هو يقوم بالتكوين وبتدريس اللغة الأمازيغية في عدد يعني من المعاهد العليا سواء في الرباط أو خارجها. أستاذ عبد السلام خلفي، مدير مركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، ممتنة على قبولك دعوة حوار اليوم، شكرا. شكرا جزيلا لك.